معنا مشاهدينا عبر الهاتف من كونفنتري رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. لنبدأ من الشق الإنساني، إذا في ظل هذا القصف العنيف على مدينة دوما، ما المعلومات التي وصلتكم عن سوء وضع السكان وحجم الدمار في المدينة؟ نعم، طبعا الدمار كبير في المدينة. مساء الخير. أولا، القصف مستمر على دوما من قبل طائرات النظامين الروسي والسوري، من قبل مدفعية النظام، قصف بالبراميل المتفجرة. أيضا كان هناك حالات اختناق نتيجة قصف حصل الساعة الرابعة إلى 10 دقائق بالتوقيت المحلي، عندما استهدفت طائرة حربية أطراف دوما الشمالية منطقة المقبرة القديمة، مما تسبب ب 11 حالة اختناق، بينهم 5 أطفال أصيبوا بضيق تنفس. أيضا اليوم كان هناك ما يقل عن 8 شهداء وعشرات الجرحى نتيجة القصف الذي استمر على مدينة دوما. تقدم لقوات النظام على جبهة الريحان وسيطرتها على نحو 50 مزرعة من جبهة الريحان دوما. فشلت قوات النظام بالتقدم على جبهة مصرابة، هي حاولت الوصول إلى أطراف مدينة دوما من الناحية الجنوبية الغربية، لأن هذا التقدم باء بالفشل. أيضا حاولت الهجوم من الجبهة الجنوبية الغربية من جهة الشوفونية تحديدا، هذا الأمر أيضا باء بالفشل، فقط التقدم كان من جبهة الريحان لوحدها. طيب، هذا سيد رامي بخصوص الشق الإنساني والميداني، ماذا عن الشق العسكري وتطورات مطالبات المعارضة بتسليم سلاحها الثقيل في مدينة دوما؟ طبعا هذه المطالبات مستمرة، المفاوضات مستمرة عبر وسطاء بين جيش الإسلام والروس، محاولة البحث عن حل وسط يرضي الطرفين. الروس يطلبون من جيش الإسلام المرحلة الأولى تسليم الأسلحة الثقيلة وأبعاد قوات النظام عن مدينة دوما. جيش الإسلام يرفض تسليم أسلحته الثقيلة، يريد البقاء في دوما، يقبل بدخول بهدنة طويلة الأمد مع النظام. إلا أن الروس قالوا بأننا لا نريد لأي قوة معارضة موجودة سواء بدمشق ومحيطها، يريدون السيطرة على دمشق ومحيطها، وعبر تحويل جيش الإسلام لقوة محلية يدعمونها بالسلاح لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة لاحقا. طيب، من خلال ما تم طرحه حتى الآن، إلى ماذا تميل الكفة سيد رامي؟ أعتقد بأن الكفة تميل لبحث عن حل ما يرضي جيش الإسلام ويرضي الروس، لأن الروس مثل ما قلنا لا يريدون أن يقولوا بأنهم نفذوا العملية العسكرية وبعد ذلك بقي جيش الإسلام في الغوطة الشرقية. كانت زريعتهم جبهة النصرة. جبهة النصرة غير موجودة في الغوطة الشرقية، لماذا يصرون على إنهاء وجود جيش الإسلام وبالرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية موجود في جنوب العاصمة وحتى اللحظة لم يحارب؟ شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من كونفنتري رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.